بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome to lesson number 6 for English 140. أرحب بكم في اللقاء السادس من لقاءات لجل 140. As usual, is the sound clear? هل الصوت واضح? Please say yes if it's clear. Is the sound clear? هل الصوت واضح? هل الصوت واضح? Okay, great. Now, do you have any questions before we start? في أي سؤال أو استفسار قبل أن نبدأ؟ اليوم إن شاء الله راح ننتهي من الوحدة الثالثة ونكون أنهينا نصف المقرر. يتبقى لنا النصف الثاني من المقرر في الأسابيع الثلاثة القادمة بإذن الله. Do you have any questions about anything so far? أي سؤال أو استفسار حول الأشياء الماضية أو الاختبار أو غيره. Yes, question. Yes, please ask. What's your question? ما هو السؤال؟ Someone here has a question. Yeah, إن شاء الله we will finish. سؤالنا لو تابعنا بنفس يعني الأشياء اللي مستوى سرعتنا الآن هل نخلص قبل الاختبارات؟ نعم، أنا ما أدري الحين كم متى موعد الاختبارات، لكن الأصل المحاضرات تنتهي قبل الاختبارات. فراح ننتهي، لكن اللي يبغى يسبق ويخلص قبل ذاكر قبل that's fine, it's up to you. أمر راجع لكم. أنا ما ودي إني أستعجل وأخلص بسرعة ويتبقى عندنا لقاءات فاضية فيها. وموضوع المراجعات، مفهوم المراجعة ليس أني ألخص لك الملخص أصلا، ما في مجال أن ألخص أكثر من لخصنا، لكن المراجعات إذا في أسئلة أو استفسارات ممكن أجيب عنها. والمنتدى مفتوح لكم في كل وقت، إلى حتى بعد حسب التعميم، حتى بعد الاختبار راح يبقى المنتدى يوم أو يومين إذا أحد عنده استفسار عن أسئلة الاختبار اللي في المنتدى، فما في مانع أن نستمر حتى بعد الاختبار. لكن بالسرعة اللي ماشيين فيها أنا أعتقد إذا ننتهي من كل وحدة وتذاكرونها I think you will be fine and ready for the exam. إذا كل ما انتهينا من وحدة تكون أنتم أصلا ذاكرتوها وتجهزتوا لها، أعتقد يكون طريقتكم كذا أفضل، وبحيث يعني تنتهون بدون إسراع وبالتالي يضيع عليكم بعض الأشياء، وأيضا بدون تأخر ثم يعني يزنقكم الوقت في نهاية الموضوع. Okay, so that's the question. Let's continue. خلونا نكمل الآن بقية اللقاءات. We finished last time with next to, across from, between, and down. تكلمنا عن وصف الأماكن، كيف توصف مثلا مكتب ولا مبنى، مقابل، بين، في آخر المكان، أو بجانب. في فقط أربع مصطلحات وأخذناها وأخذنا تمرين عليها، وأيضا أعطيتكم تمرين على السبورة وحلينا مع بعض. Now let's continue. We don't have much today. ما عندنا مواضيع كثيرة اليوم. And that's good. So let's first take the conversation model 304 on page 110. المحادثة القادمة 3.4 on page 110. المحادثة هذه أبغاكم وأنتم تستمعون للمحادثة زين تحاولون تركزون في الأسماء. عندنا كم شخص، كل واحد بيتكلم بيعطينا معلومات. بعدها راح نروح للكتاب ونحل تمرين يتعلق بهذه الأسماء، كمجرد يعني هي قضية استيعاب، ليس هذا نمط اختبار أسئلة الاختبار، لكن هذا فقط جيد لاختبار قدراتك واستيعابك للشيء الذي تستمع له. Okay, so let me read for you. Okay, and then we go to book page 19. خلونا الآن نقرأ المحادثة صفحة 110, 3.4. Okay, let me show you around our offices. واحد يشرح للثاني يقول خلينا أوريك المكاتب اللي عندنا. Well, let's see. Across from. الآن استخدم طريقة الوصف. Across from the elevator. What does across from the elevator mean? إيش معنى الكلام هذا؟ يعني مقابل المصعد is Aoki Higa's office.
إذن هذا أول موظف اسمه يوكي هيجا، ومكتبه يوجد across from the elevator مقابل المصعد. She's the advertising sales manager, and we know that is she, not he. هي اسم مؤنث. هي مديرة مبيعات الدعاية والإعلان. Okay. Manager مدير أو مديرة، طبعاً الوظائف ما تفرق بين الرجل والمرأة في الغالب، وظائف محدودة فقط اللي تفرق. Sales مبيعات، advertising الدعاية. I see. Then next to her, next to. أخذنا next to معناها بجانب. Next to her بجانبها is Osman Mu. مكتب واحد اسمه Osman Mu. He's the international news editor. هو محرر الأخبار العالمية. And across from him, أيضا استخدمنا across from. مقابله is room 306 is the finance editor, المحرر المالي. That is Tim Tong. Aha, I met Tim at the expo. When I قابلت Tim في المعرض. Oh, that's right. And if you follow me, يقول لو تجي معي الحين تتبعني down the hall. Down the hall معنى في آخر القاعة. في آخر القاعة are three more offices. عندنا ثلاث مكاتب أخرى. On the right is Nancy Yee's office. هذا اليمين مكتب واحدة اسمها Nancy Yee. She is responsible for. هذه من ضمن الكلمات اللي مرت علينا في الوحدة. وش معنى responsible for؟ مسؤولة عن. وش مهمتها؟ responsible for science and technology، عن العلوم والتقنية. Sorry, I didn't catch that. يعني معلش ما سمعت. Nancy Yee, science and technology. Her office is across from the stairs. مكتبها across from. وش معنى across from؟ مقابل stairs. What does stairs mean؟ معناها مقابل الدرج. الدرج. Okay. عندنا elevator مصعد، وعندنا stairs الدرج. Across. Okay. Then at the end في النهاية next to Nancy's room there is Min Soo Kim. Our production manager. مدير الانتاج. Production manager. مدير الانتاج. And across from him. مقابله is Paul Green. He is the art director. المدير الفني والمخرج الفني. Director تأتي بمعنى مدير أو مخرج. Do you know him? هل تعرفه؟ Paul Green. No, I don't think so. لا أعتقد أني أعرفه. Well, that's everyone on this floor. وهذا كل اللي على في الدور هذا. By the way, يعني بالمناسبة. What time is your meeting with Mr. Harrison? يعني متى موعد مقابلتك مع Mr. Harrison? It's 3:45. 3:45. طبعا سبق وتكلمنا بيكون لنا موضوع مستقل عن كيف تقول الوقت، لكن هذه أسهل طريقة أنك تذكر الساعة أولا ثم الدقائق بدون أي إضافات. 3:45. Why don't I take you up there؟ يقول ليش ما أوديك هناك؟ We have to go up to the fourth floor. لازم نروح للدور الرابع. Thank you. That's very kind of you. وشكرا هذا لطف منك. Okay. هذه هي المحادثة 3.4 وهي المحادثة ما قبل الأخيرة في الوحدة هذه. طيب. Now I want you to go to book page 19. كما هو أمامكم على السبورة الآن. خلونا نروح للكتاب. خلونا نروح للكتاب صفحة 19. Book page 19. Now we finished the first exercise. خلصنا من التمرين الأول اللي متعلق ب next to, across from, between and down. Now we go to the next exercise, okay, which is listening. في تمرين في المنتصف الآن، تمرين عن
listening. أي listening هي المحادثات اللي قرأناها قبل شوي. Okay, let's try and remember. نحاول نتذكر لأن جزء مهم جدا في استخدام اللغة أن تكون قادر على استيعاب ما يطرحه الطرف الآخر لأمامك. You want to understand. Okay, so understanding comes first and then you become able to use the language. يعني في البداية يكون عندك قدرة على الاستيعاب ثم المرحلة التي يعني بعدها اللي هو قدرة على استخدام اللغة. طيب. Now this exercise, التمرين هذا, we have two columns, عندنا عمودين. العمود اللي على اليسار الآن في منتصف الصفحة مكتوب عندك listening مكتوب number one. عندنا عمودين, عمود ليست مسطرة بس مجرد عمودين مستقلين عن بعض. القائمة الأولى these are names, هذه أسماء. الحين الأسماء هذه I want you to give them numbers, أباك ترقم الأسماء هذه from 1 to 6. أباك ترقم الأسماء من 1 إلى 6. يعني أيوكو هيغا اكتب عليها 1, أسمان مو number 2, تيم تانك 3, نانسي يي 4, مين سو كيم 5, بول جرين 6. So these are 6 people that were mentioned in the conversation. الستة أسماء ذكروا في المحادثة السابقة. نبي نشوف كل واحد وش يتعلق به وش وظيفته. Okay, طيب بنشوف اللي ما تتذكره نتركه حتى نعرف وش اللي نستطيع أن نتذكره. على اليمين الآن هذا الوظائف. Okay, let's start with the first one, science and technology editor. Science and technology editor. Which one of these 6? أي واحد من الستة هذولي وظيفته التقنية اللي هو محرر العلوم والتقنية. Who from 1 to 6? Do you know who? هل تعرفون من هو? No. طيب نشوف اللي بعده. Finance editor, المحرر المالي. من هو المحرر المالي من اللي قرأنا محادثاتهم؟ Also no. طيب خلونا أعطيكم بحل لكم الأولى. الأولى science and technology editor, this is Nancy Yee. اكتب جنبها 4. The Nancy Yee هي محررة العلوم والتقنية. اللي بعدها finance editor, who works as the finance editor, من وظيفته محرر المالي. It's number 3, Tim Tong. Tim Tong is the finance editor. Next, production manager, مدير الإنتاج. راح عليكم الحين 4 و3. باقي 1, 2, 5, 6. 4 اختيارات. 1, 2, 5, and 6. Who is the production manager? من هو مدير الإنتاج? It's number 5. من سو كيم. طيب اللي بعدها advertising sales manager. Advertising sales manager, مدير أو مديرة مبيعات الدعاية والإعلان. That is number 1, أيوكو هيغا. Next, art director. Art director, who is art director, من هو المحرر الفني أو المخرج الفني كما قرأنا لكم قبل قليل. It's number 6, Paul Green. Paul Green. Finally, international news editor, اللي هو محرر الأخبار الدولية. Who's that? It's number 2, Osman Mu. Osman Mu. Okay, إذا هذه فقط مجرد تدريب لكل شخص بعد ما تستمع المحادثة أو تقرأها ترجع وتحاول تربط الاسم بالوظيفة. طبعا هذه كما ذكرت ليست مادة اختبار وإنما فقط لتدريب اللغة. تدريب أي شيء يساهم في يعني تحسين لغتك سينعكس إيجابا بإذن الله عليك في أداء الاختبار. طيب بقية الصفحة محذوف. بقية الصفحة هذه
محذوف، بقية الصفحة هذه محذوف. طيب next is conversation 305 page 110. اللي بعدها هي المحادثة الأخيرة في الوحدة الثالثة which is 305، المحادثة رقم 305. طيب خلوني أقرأ لكم المحادثة، خلونا نقرأ مع بعض المحادثة وهي تتعلق ببعض الأرقام اللي بتمر علينا بعد شوي في التمرين. Okay, so please listen. تبع معي 305. طيب and where is your New York office؟ وين مكتبكم الجديد اللي في نيويورك؟ بعدين أعطاك رقم 198 ماديسون أفينيو. طريقة العنوان هذه الآن اللي هو بدأوا يستخدمونها في نظام بريد واصل. بريد واصل يعطيك أول شيء رقم اللي هو رقم الوحدة، رقم المبنى، ثم اسم الشارع، ثم المدينة. أوكي؟ يعني مثلا نقول عندنا شارع خالد بن وليد، فلما يقول ميدك 320 شارع خالد بن وليد، يعني شارع خالد بن وليد المبنى رقم 320. أوكي؟ هذا الآن نفس الطريقة، يعطيك رقم 198 ماديسون أفينيو، الرقم هذا هو رقم المبنى، رقم المبنى. طيب الأرقام، this is something you need to understand، هذا شيء يحتاج أنكم تستوعبونه جيدا. الأرقام لا تقال كلها بنفس الطريقة، يعني لو كان الرقم سعر قيمة شيء ما له طريقة، لو كان يتعلق بعنوان زي الآن له طريقة. أوكي؟ يعني هنا الآن هذا عنوان، فما نقول كما نقول كأن السعر، فنقول 198 غالبا no this is not how we say it. فالعناوين غالبا الأرقام تقسم، أحيانا كل رقم يقرأ الحالة، وأحيانا تختار رقمين مع بعض ورقم الحالة. زي هنا مثلا لو أنتم عندكم السي دي في المحادثة بتلاحظون أنها يقرأها 198 ماديسون أفينيو، 198 يعني ليست، ما نقول 198، no 198. You can also say، تستطيع أن تقول 198 or 198 Madison Avenue. Could you repeat that? Could you؟ يعني هل ممكن؟ Could you؟ ما تأتي بصيغة الأمر تقول repeat that. No, it has to be polite. تكون فيها تهذيب، تقول Could you repeat that؟ ممكن تعيد هذا؟ 198 Madison Avenue. طيب هذا التطبيق الأول. Next، المحادثة اللي بعدها. Where is the Hong Kong meeting being held؟ أين يقام الاجتماع حق هونغ كونغ؟ At the branch office، في المكتب الفرعي، 979 King's Road. إذن again we don't say 979، ما نقول 979، لا 979 King's Road. Sorry, 979 King's Road. طيب next 4C. What's your address, please? ما هو عنوانك؟ لو سمحت. 7914 Ginza, Chaco, Tokyo. لاحظ الرقم، ما يقول 7914، 7914. No. قسمها قال 7914 Ginza Chowku Tokyo. Next 4D. Taxi، واحد ينادي الآن تاكسي، سيارة الأجرة. Taxi Queen Victoria Street please. إذا باك توديني إلى شارع كوين فيكتوريا. What number؟ لاحظ هذا نفس الكلام اللي كنت أقوله، شارع طويل، وين الرقم؟ لأن مجرد ما يحطه مثلا في الجي بي اس يحدد له كل مبنى له رقم.
391B، وهذا أيضا موجود تجدونه في بعض العناوين A و B، A يكون الدور الأول B للدور الثاني، وهذا أيضا طريقة مستخدمة في العناوين. أوكي 391B Queen Victoria Street hop in، hop in يعني يلا اركب. Next could you give me that address again، ممكن تعطيني العنوان مرة ثانية؟ Yes of course it's P.O. Box 1407 ABC Way Nairobi 1407. Thank you. أيضا هذه تطبيق على قراءة العناوين، كيف تقرأ عنوان، كيف تقرأ عنوان مكان ما. Next last part آخر جزء. Do you have our new address؟ هل عندك العنوان الجديد حقنا؟ No I don't think so، لا أعتقد ذلك. It's 81 أو 81 Talayan Street Manila 3008 3008 0 3008 3008 no 3008. هل نقدر نقول 0؟ Yes you can say 3008. Both are correct. Thanks. I'll put you on our mailing list. Mailing list القائمة البريدية. راح أضعك على قائمتنا البريدية. قائمتنا البريدية. Okay. Now let's practice addresses also. Let's practice addresses on page 20. خلونا الآن ننتقل إلى صفحة 20. صفحة 20. First we go to the top of the page. Before you listen say these numbers. يقول لك لاحظ كيف نقرأ الأرقام هذه. الآن اللي فوق، الأرقام اللي فوق أساس يعطيك فكرة وش الفرق بين الأرقام العادية والأرقام اللي في العناوين. اللي فوق هذه أرقام عادية numbers. Okay. يعني الرقم الأول مثلا 102 هذا ليس جزءا من عنوان. لو كان جزء من عنوان راح نقرأه 102، لكن اعتبره مثلا رقم عدد طلاب في مدرسة، اعتبره سعر بضاعة من البضائع، فنقول 102. أوكي 102 هذا الرقم العادي زي أي رقم. اللي بعده 314 314. اللي بعده 839 839. طب اللي بعده 2000 2000. طب اللي بعدها الآن يعني ليست 4.6، لأن الفاصلة بالإنجليزي توضع على شكل نقطة dot. أوكي dot اللي هي تسمى point في الأرقام. أوكي في العربي الأرقام العربية تحط فاصلة ليس نقطة، لكن بالإنجليزي تحط نقطة. فإذا هذه ليست 4، لا في طريقة الأرقام، وهذا شيء متفق عليه، كل 3 خانات يحطون فاصلة عشان يستطيع سهلة القراءة. فعندك 4600 بدينا خانة في الآلاف، بعدين اللي بعدها مئات عشرات آحاد نقول 600. اللي بعدها الآن 7965 7965. اللي بعدها 9404 9404. Last one آخر شيء 10,000 نقول 10,000. هذه الأرقام أرقام عادية ليست جزء من العنوان. أما the last part the bottom of the page في أسفل الصفحة Okay, أسفل الصفحة. Now I want to give you some addresses, some numbers in address. بعطيكم الآن أرقام تمثل أرقام في عناوين. And I want you to be able to write the numbers. أباكم تكتبون الأرقام كما أقولها لكم الآن. So I want you to listen carefully.
and then write the numbers. هذا يعني ينمي حس الاستماع للأرقام بشكل جيد. Okay. طيب في أسفل صفحة 20 راح أقرأ أنا من عندي وأنتم تكتبون لي ما هو الرقم الذي ذكرته لكم نطقا. Okay. 198 Madison Avenue, New York. What's the number? ما هو الرقم الذي ذكرته لكم الآن؟ Excellent. Yes. إذن this is the number exactly. Okay. Very good. أنا راح أقول لكم مرة واحدة فقط حتى يكون فيها نوع من التحدي شوي. لا يكون لما كرر أكثر من مرة بتسهل. Now, I want you to listen carefully and try to give me the number. Okay, B. 979 Kings Road, Hong Kong. Who can write 979? Very good, yes. Very good. C. 7914 Ginza, Chalco, Tokyo. 7941. Okay, correct. تحاولوا انكم ما تقرؤون، ابغاكم تسمعون، يعني ممكن المحادثة موجودة عندكم وراح تقرؤونها بس ما تستفيدون، هذا ليس اختبار. هذا ليس اختبار، هذا مجرد تدريب لكم على الاستفادة من تنمية حس الاستماع في الأرقام فقط، يعني ليست درجات ولا شيء، فذلك حاولوا أنكم ما تنظرون للمحادثة حتى يعني ما تخدعون أنفسكم بالكلام هذا. طيب D 391B Queen Victoria Street London. Okay 391B. Okay E P.O. Box 1407 ABC Way, Nairobi. Yes, 1407. Finally, آخر واحدة. 81 Tarayan Street. هذا الجزء الأول. What's the number? ما هو الرقم؟ لا ما بعد ما قلتها الآن، ما زلت في الجزء الأول، أنا قلت 81 توني الآن في 81 عشان كذا تقرؤون 81 تاليان ستريت مانيلا 3008. ما هو الرقم الأخير؟ yes so 3008. okay طيب هذه نتركها حط لها رقم عشان اللي بيرجع لها. page 20 صفحة 20 ونحط بين قوسين listening. اللي بيطلع للقاء مسجلا يستطيع أن يعرف شو نتكلم عنه. okay very good. now next we are done from the book. انتهينا من الكتاب. الصفحة اللي بعدها في الكتاب صفحة 21 محذوفة. صفحة 21 محذوفة فيها محادثة طويلة هي فقط علشان كلمة أو كلمتين، فما لا داعي أن نقرأها ونشغلكم بها، خلنا نخفف عنكم شوي فنحذف الصفحة هذه. نحذف الصفحة هذه. I want you to look at this grammar topic. أباكم الآن تنظرون إلى موضوع القواعد اللي أمامكم. We have grammar, the future tense with will. ايش معنى future؟ What does future mean؟ اخذنا simple present مضارع البسيط واخذنا simple past الماضي البسيط. Now we talk about the future. What does future mean؟ زمن المستقبل. Very good. Now زمن المستقبل نستطيع ان نعبر عنه بعدة صيغ باكثر من طريقة. Now I'm going to give you just one way. حتى أيضا ما نربككم راح أعطيكم فقط طريقة واحدة بسيطة وسهلة ولن آتي بغيرها. Which is using will. استخدام will. تستطيع أنك تقول going to.
تستخدم احيانا المضارع المستمر للدلاله على المستقبل، لكن كل هذه يعني خلونا بعيد عنها، ناخذ شيء بسيط فقط اللي هي باستخدام will. تتذكرون في زمن المضارع البسيط والماضي البسيط كنت دائما اقول في two things you need to pay attention to، عندك شيئين لازم تنتبه لهم، form الشكل and function والوظيفة. form يعني كيف شكل الفعل، لما تقول مثلا مضارع بسيط على طول يجي في بالك يا اس يا بدون اس، لما يجي الماضي بسيط يا قياسي تحط اي دي يا غير قياسي يحفظ كما هو. طب الان future المستقبل باستخدام will، كيف ما هو الشكل وما هو الوظيفة؟ الان خلونا ناخذ على حسب الترتيب اللي امامكم، خلونا في الوظيفة function متى نستخدمه؟ It describes something that is expected to happen later. للتحدث أو للتعبير عن شيء متوقع حدوثه لاحقا. شو معنى لاحقا؟ يعني بعد وقت الكلام. لما أقول الآن لو بعد دقيقة يعتبر مستقبل. لو بعد 10 سنوات يعتبر مستقبل. Okay, so this is important. المستقبل هو ما يتوقع أن يحدث بعد لحظة الكلام، سواء كان قريب أو بعيد. That's future. هذه الوظيفة. طيب الآن the form الصيغة، عندنا طبعا affirmative form صيغة الإثبات، وعندنا negative form صيغة النفي. First affirmative صيغة الإثبات، طبعا هي ميزة الزمن المستقبل ما في تقول مرة S وغير S، طريقة واضحة جدا، فقط تستخدم well وتأتي بعدها الفعل في حال المصدر. وش نقصد المصدر؟ يعني الفعل المضارع المجرد من أي زيادة. المصدر مقصود به الفعل المضارع المجرد من أي زيادة. فمثال عندك القاعدة تقول add well، تضيف well plus the infinitive form of the verb، زائد صيغة المصدر من الفعل. Look at the examples. They will study. They will study. سوف يسافرون. We cannot say studied. We cannot say studying. No, it has to be study. فقط study. لا يوجد أي احتمال آخر. لازم فعل مضارع مجرد من أي زيادة، وهو الذي يسمى المصدر. Infinitive. ويسمى أيضا the base form. English next semester. Now let me ask you a question here. كيف عرفتم في الجملة هذه they will study English next semester أن هذه في زمن المستقبل؟ ما الذي يدل على أنها في المستقبل؟ ما الذي يدل على أنها في المستقبل؟ Anyone can answer? There is something in the sentence. طيب will هذه على أساس انك الان عرفتك او وضعت will، لكن افرض ان كان عندك بدال will study كان عندك اختيارات، فقال هل تضع will study ولا تضع are studying او تضع studied، اعطاك اختيارات فانت ما تدري حتى اللحظة هذه، لكن اللي اعطيتها نعم هي next semester. next next ما next القادم، الفصل الدراسي القادم. لما تقول الفصل القادم يعني اللي ما بعد جاء فأصبح مستقبل. طيب next sentence my father will travel، والدي سوف يسافر. هنا نعرف my father يعني he، ما نقول travels will travels no، هذاك المضارع البسيط نضيف s. هنا الآن عندنا will It has to be travel, the base form, the infinitive. To Jeddah tomorrow. Tomorrow. How do you know it's future? From the word tomorrow. كلمة tomorrow هي التي دلت على أن زمن المستقبل. طيب. Negative. أما صيغة النفي فهي سهلة. تضع not بعد will وقبل الفعل. تصير will not، بدال ما تضع will في الإثبات تضع will not في النفي، ولها صيغة اختصار contraction form اللي هي won't. won't بالطريقة المكتوبة أمامكم على السبورة اللي هي W-O-N apostrophe T،
إذن want هي اختصار ال will not، وأيضا يتبعها المصدر. مثلا they will not study English next semester. My father will not travel to Jeddah tomorrow. Okay؟ طيب خلونا نطبق على الكلام هذا في التمرين حتى تكون الصورة واضحة. Look at the exercise. We فراغ to London next summer because we don't have enough money. First, what tense is it? في أي زمن هذه الجملة؟ أخذنا ثلاثة أزمنة حتى الآن، أخذنا الماضي والمضارع والمستقبل. في أي زمن هذه؟ في أي زمن؟ What tense؟ في الماضي. طب وش الماضي؟ وين الذي يدل على الماضي؟ واللي يقول مضارع، وين اللي يدل على المضارع؟ Think again. فكروا مرة ثانية. There is something. Okay, next. طب لما يجي next، لما تجينا next، لما تجينا next، فهل تدل على مضارع ولا مستقبل؟ مستقبل. Next summer. طيب المستقبل معناه يا أستخدم will يا أستخدم will not. هذه القاعدة اللي قلناها قبل شوي. يا will يا will not. في الحالة مباشرة راح تستبعد اختيارين. راح تستبعد اختيارين اللي هم في الإجابة عندك A B C D، في إجابتين على طول تعرف أنها خطأ لأنها ليست مستقبل. What are the two answers؟ وهذه الطريقة مهمة في الإجابة. أحيانا إذا أنت ما أنت بعارف الإجابة استبعد اللي تعرف أنه غير صحيح. One and two. Yes, very good. إذا راح تستبعد A and B، الإجابة الأولى والثانية راح تستبعدها مباشرة لأنها ليست مستقبل، لا فيها will ولا فيها will not. طب نجي الآن C و D، واحدة فيها will واحدة فيها will not، إذا ينطبق عليها القواعد فإن كلاهما مستقبل. هنا يجي عاد فرق المعنى. هل نقول سوف نسافر إلى لندن في الصيف القادم لأن ما عندنا فلوس كافية؟ إذا ما عندك فلوس كافية تروح وين؟ سطح القمر؟ لا. It doesn't make sense. إذا ليست well وإنما D. Okay. هذا تستلزم شيئين، تستلزم فهم القواعد وفهم المعنى، وهي غالبا يعني يمكن ما أحاول أبتعد عن الأشياء هذه حتى ما يكون فيها صعوبة عليكم. طيب نشوف التمرين الثاني. التمرين الثاني هذا يعني أيضا شامل الأزمنة كلها. لاحظ التمرين number two. Write the verb play in the correct form. عندك الفعل بين قوسين play وعندنا أربع جمل، كل جمل فيها فراغ. أبغاكم تضعون الفعل play في صيغته الصحيحة، وهذا يتطلب أنك تقرأون الجملة جيدا وتعرفون في أي زمن هي. You have to know which tense. In which tense is it؟ في أي زمن؟ طيب number one. I فراغ tennis with my friends yesterday. It was really fun. ما الصيغة الصحيحة play؟ Okay, we have one answer here. عندنا إجابة الآن تقول played. Played. خلونا نكتبها ونشوف هل تمشي معنا الجملة هذه ولا لا. فنقول played. إذا I played tennis. I played tennis. هل played tennis كذا صحيحة ولا لا؟ ولماذا؟ إذا كانت صحيحة قل لي لماذا، وإذا كانت غير صحيحة أيضا you have to tell me why. It's very important for you to understand. مهم جدا أنكم يعني تفهمون الإجابة لماذا صحيحة ولماذا خطأ. Now what do you think؟ لأن فيها yesterday. Very good. Okay. لاحظ إذن لما يكون فيها yesterday. So what does it mean؟ لما يكون فيها yesterday وش معنى الكلام هذا؟ هل معناها ماضي past، مضارع present، or future مستقبل؟ ماضي. Very good. إذن مدام ماضي خلاص، إذن الفعل play من الأفعال القياسية
التي يضاف لها ed حتى نأتي بالماضي منها. إذن correct. I played tennis with my friend yesterday. راح أضع لكم خط تحت yesterday حتى تعرف أنها مقصود بها الماضي. طيب اللي بعدها. My brother فراغ football every day. Every day. تذكروا لما جينا every day. إذن الإجابة plays. Plays. طيب خلونا الأول شيء نحدد هذا أي زمن وكيف عرفتم؟ كيف عرفتم أنه ماضي؟ هل هذا ماضي؟ هل هذا ماضي؟ هل everyday؟ طب everyday شو يدل عليه؟ أي زمن؟ ماضي مضارع مستقبل. Which one is it؟ ماضي مضارع. ما أخذنا إلا ثلاثة أزمنة. ماضي مضارع مستقبل. مضارع very good. طيب المضارع متى نستخدم المضارع؟ قلنا مع الحقائق والعادات. مع الحقائق أي شيء حقيقة أو عادة. العادة اللي يكون فيها every, usually, always إلى آخره. أوكي هذه ليست حقيقة, هذه عادة. هو أخي يلعب كرة قدم كل يوم. طيب لما نجي للمضارع ركزوا دائما أعيد وأكرر الكلام هذا مهم, هذا طبقه في حياتك كلها. لما تيجي للمضارع دائما تتذكر الفورم الصيغة الشكل. المضارع يا ياخذ S يا بدون S. هنا الآن you said my brother plays. Why plays؟ لماذا أضفنا S؟ Why؟ طبعا هو عادة لنا everyday صحيح, لكن لماذا أضفنا S الآن؟ لماذا لا نقول my brother play football؟ There is a reason. في السبب في القاعدة. لماذا نضع S مع الفعل هنا الآن؟ يعني لو كان بدال my brother لو كانت my friends أصدقائي, هل سنقول my friends plays؟ لا. You say my friends play. مثبت لا, ليس لأنه طب مثبت أوكي مثبت, لكن أيضا لما أقول play يعتبر مثبت بدون S. المثبت ليس بالضرورة أن يكون في S لأن الفاعل مفرد ليس الفعل. طبعا الفاعل مفرد, الفاعل مفرد very good. الفاعل my brother, my brother وش يجي مكان أي ضمير my brother؟ He, she, it, I, we, you, they. أي ضمير من الضمائر هذه يحل مكان my brother؟ He, accident. إذن he plays football. إذن my brother يحل مكانها الضمير he. إذن حنا قلنا إذا الفعل مضارع والفاعل he أو she أو it فإن نضيف S للفعل. طيب next عشان لحق الوقت. My team فراغ in the final match next week. ما هي صيغة الفعل play هنا؟ كيف نضعها بالصيغة الصحيحة؟ كيف نضع الفعل play في الصيغة الصحيحة في الجملة هذه؟ تونا حلينا قبل شوي مثال أمثلة مثلها. Come on guys, it's very easy. سهلة هذه. تونا حلين, تونا متكلمين. Will play, excellent. إذن will play. Well play. طيب كيف عرفتم أنها well play؟ Well play مستقبل. طيب كيف عرفتم أن الجملة هذه مستقبل؟ أنتم عرفتوها قبل ما تحلون, قبل ما تكتبون well play عرفتوا أنها مستقبل لأن عندك كلمة next. Very good. لأن عندك كلمة next week الأسبوع القادم معناه هذا مستقبل. مستقبل. طيب last one, آخر واحدة عندنا. We basketball last weekend because we had to study for the exam. We basketball last weekend because last weekend. أي زمن هذا last weekend؟ الزمن الماضي. الماضي last. Last ماضي. طيب الماضي الآن ممكن نقول played. ممكن نقول played. لكن لو قلنا played أصبح المعنى يعني معنى نقول لعبنا سلة في الويكند الماضي لأن كان علينا أن نذاكر الاختبار. لا معنى إذا نقول did not play.
We did not play basketball. لم نلعب سلة. ليش؟ كنا مشغولين. كنا كان علينا أن نذاكر للاختبار. إذن we didn't أو did not. We did not play. We did not play. Okay. طيب أنا عموما حاولت بس في التمرين الأخير أن أخذ وقت فيها لأن يهمني حقيقة أن الواحد يستخدم التفكير والتحليل المنطقي حتى يصل للحل. باقي طبعا expressions هذه المصطلحات والعبارات تحدثنا عنها كثيرا اللي هي I'd like to meet أود أن أقابل أو I'd like you to meet هذا بس مجرد تفكير. Could you give me your address ممكن تعطيني عنوانك. Could you tell me your address. Could you open the door إلى آخره. طيب انتهينا من الوقت وانتهى وقت اللقاء. I'll see you in show next week. راح نبدأ اللقاء القادم بأسئلة المراجعة للوحدة هذه حتى تذكرنا بالكلام اللي أخذناه ثم ننتقل بعدها إلى unit 4. See you إن شاء الله on Monday. نشوفكم إن شاء الله الاثنين القادم في أمان الله.